اوكي يلا اول عباية. اوكي عشوائي. اوكي اوكي معون الشيلة. ايه لا تنسى. ايه اول عباية لون اخضر. هاي البيسك او واو عفوا يا الكمام. شو حلوة الكمام الواسعين. هاي جربي كثير حلوة غايز والله كثير. ان شاء الله تيجي على قياسك لان مرة قالوا لي 56 مرة 54. لا قياسي مبينة. بيرفكت. اوه ممتاز على القياس. اوكي هاي هاي تبعيتها. هاي اللون الثاني. ثواني. الله الله يا حبيت. طبعا بكون لابسه لبس احسن من اللي لابسته تحت. نايس. اوكي هاي 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 جبتها بيسك. حبيت هيك ملمسها انه حلو خفيف. لا خفيفه كثير. ايه شو حطيري؟ لا هيك يعني خفيفه. اتس سو لايت. ماشي كثير حلوه والله. اوكي طبعا انا فتت على اكثر من محل. من كل محل اخذت شغله عشان نشوف يعني. والله طلعت مزوق. والله؟ والله طلعت مزوق. برافو عليك. كنت بجيب من كل نوع كل الالوان. شلون يعمل هون؟ لا والله في بنت ساعدتني يعني. والله بس بنت يعني والله قالت لي بدك تشيل صار. قالت لي ايه اوكي. بس انا اللي نقيت. كيف؟ من تحت بابا ما بعرف اذا هن شايفين في حركه من تحت. طبقتين بسموها. هن قالوا لي بسموها طبقتين. ايه هيك طبقتين كثير حلوه. اوكي سو هاي اول وحده على الايام. نو حبيت اجيب التانية. في تانيين حلوين والله. والله التانيين احلى. كثير خفيفه غير. التانيين سالم احلى. احلى من هاي؟ ايه هاي بيسك. نكست. قلت لك هدول مش عبايات. شبحت الباب؟ لا مش عبايات هدول شو؟ هدول تحت العباية. هدول هن تحت العباية؟ هدول بلبسوا تحت غايس. كنت اختصرت ولبست هدول بدل ما البس هاي. هدول احلى. كذابة. والله. طب خدي. وين العباية؟ ها؟ انت اوكي فهمت. هدول اللي لبسوا تحت العبايه. اوكي في منهم بيكون ماتشين عبايه معه او بطبق هي مع عبايه لانه اريح انه هي تحت العبايه. أوكي. طيب جرب معناته هاي. اوكي حاعطيك هالعبايات ولا اي لون؟ لا ما راح اجرب هي فوق اواعيي. ما بمشي الحال. بدها لحالها؟ بدها انه تحت البس شيء لانه شفافه. اوكي ما بمشي الحال. ما جبت حلوين حبيبي. بيج. اوكي ابيض اسود وكحلي. انت ابدعت. لا والله والله العظيم ابدع. هي البنت اللي ساعدتك؟ لا البنت ساعدتني بانه كيف طلع فيه خصومات على انه فيني فاصل بس هذا ذوقك. ايه هذا ما حد ساعدك. لا 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 بس هي بالتفصيل بالمفاصله. والله حلوين. لسه 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 ما شفت العبايات اللي اخترتها. اصبر طيب يلا يلا عم استنى. اعطيني عبايه سريع يلا. اوكي سو هاي فيها ديزاين جبت لونها بيج. حتى سيمبل نفس الديزاين. واو هاي بتجي مع هاي. بس صور لهم اياها ان ديتيل. انا لحظه البسها انا. ليه بتجنن. طبقتين مش طبقتين يعني في من جوا طبقه ثانيه مشان انه ما تكون شفافه. واو هاي بتعرف انه هذاك الفستان ابيض بالبق مع هاي؟ ايه بعرف. ايه رائعه. رغم انه ماشتين بس خفيفه. ايه ايه خفيفه. واو 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 جست واو يعني. الله حلو. حبيت مرة حلوة مرة. يا كتير حلوة. ارجيك التفاصيل. هيك في عليها شوي هيك جلتر جلتر. ناعمة حلوة كتير. I love this one. لونها بينك على بيج. هيك روز بيج. يلا اللي بعده. رجالكم والله ما شاء الله عليك. يلا اللي بعده. هذا احلى لون عندي. اوكي ازرق اكيد. ازرق مع هاي. واو شو هالكمام. ليكو واو غايز. سكاي بلو. عفوا انا مصدومه انه الطول رائع. صح الطول ظابط. هاي
نايس. إلا شيء لسوداء بزرق ما جايب إيه جايب بس حلو النوع حلو هيك بس ميكس يعني كامل نايس واو مرة حلوة مرة مرة حلوة شوف الكمام عن جد حركة حلوة لازم يكون لابسة كم طويل أبيض بشوف تحته أبيض بيطلع نار بسم الله إنك فنان افتح مشروع عبايات أنا وياك شو رأيك؟ أيوة والله نار مرة حلو مرة حلو طيبة طيبة هفتح مشروع عبايات اسمه طيبة الله حلو كتير 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 حلو كيف جايب الطول صح؟ والله الطول يعني صح نو سامبا عم بيعد نو عم بيعد فيه الكهرباء واو حلوة هاي الحركة من هون يلا بعده يلا يلا اللي بعده اللي بعده يلا نيكست اوكي هذا شتوي قالوا لي انه هذول بيسووا الشتوي اوكي واو عباية كود ستايل عبايه ما قلت لك كان بدي وكنت مفكرة حالي نازلة على السعودية كنت عم دور على هدول الأشياء لأنه برد فيك تحطيهم بس هيك بس هيك ايه ايه عكت بس لازم هيك نلبسها أول هيك فل لوك بتجيني في بوتنز وين وين اب يمكن بس هيك ديزاين واو لا هي كتير 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 إليجنت كتير مرتبة حلوة مرة حلوة مرة مرة اسألني اسألني كيفك؟ طيبة كمل كمل شو أخبارك؟ طيبة مرة طيبة قديه طيبة يعني؟ يعني كيفك طيبة؟ يعني مرة مرة طيبة مرة 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 شو كمان؟ كيفك؟ طيبة لا كتير حلوة I love this one هي صح شتوية بس خفيفة لا خفيفة ما أنا ثيك ثيك I love it شفتوا الدرزة السودة هون عاملة ستايل اللي بعده يلا اللي بعده يلا قوم ما شاء الله جايب لهم منيح حبايات كي هاي حبيت ملمسها هاي اسمها حرير ياباني ولا صيني ما بعرف اوه اي والله هاي أوف. اسود بس هيك بيجي الاسود تبعها ملمسها غريب ايه ملمسها بس غريب. حلو تحسها لنن هاي بتبورد هاي بيقولوا انه يعني بتضل هيك باردة فهمتي والله يعني مش بالصيف وين الشيلة تبعها الشيلة اسود اعتقد صيني كثير حبيت والله هيك. حلوة إلى جيوب إلى أي سوري سوري حبيبي شوفي هون جيبة هون في إلى تطريزات واو ليكم هاي الجيبة عن جد بديهم يلمسوها كيف ملمسها تحسيها باردة غريب إيه عن جد باردة والله باردة ما بعرف هيك ما هذا حرير إيه حرير ياباني صيني نسيت شو قالوا لي واو والله قالوا لي حرير باكستاني كنت قلت لهم اوكي انا مش فاهم جيب نايس 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 كيفك لا انا بسألك كيف حالك طيبه كيف حالك بخير طيبه زدت بخير زدت بخير واو حتى نور اللي بكي شكله مخمل على الكاميرا على فكره بس هو مو مخمل ايه غريب كيفكم؟ لسا في كمان كم وحدة بقيت؟ اثنين لا واو ما شاء الله ثلاثة عايشة واو هاي مخمل يا شوف التطريز ورق حبيبي كتير حلوين كتير والله كتير هاي كتير باردة هيك تحسيها خفيفة كمان باردة اوضو مخمل شتوية هاي ما هاي واو هاي بترفع المفروض ايوه بترفع لي كمان شوي هيك انا شوي هيك ايوه هيك قالوا لك اوكي اعطيني واو خليني اجيب لك ما بعرف كيف بلفوها هيك
كيف بلفوا. شوف الديزاين من ورا كيف الرسمة. أربي أربي الأبدان. شوف حتى من تحت شكله الخياط خلص خلص معه الخيط. ما كمل الرسمة تحت. حلو. هلا اسألني كيف حالك؟ طيبة. شو؟ عم حاول فكر بشي تاني ثواني عيد. كيف حالك؟ بس طيبة. بخير. ايه كيف حالك؟ خير طيبة. يا هلا والله. من وين حضرتك؟ من وين؟ من طيبة. عمري طيبة. عمري طيبة. اسمي طيبة. اسمي طيبة. ايه؟ يا جماعة لا ما بدي اشرحها حبيتها. والله في واحدة كمان. ما في حاسة this is my favorite. في واحدة اللي بعدها أخضر أخضر غامق. كتير حبيتها. أوكي. اللي بعدها حلو أخضر غامق. باردة بس بتشوب كيف يعني؟ هي خفيفة. هاي صيفية شوية. هاي شتوية أوكي. يلا هاي انا اكثر شيء حبيته. هاي انت اكثر شيء حبيته؟ اي اري اوكي يلا هاي لنن. هاي نفس نقشة هدية؟ لا مش نفس النقشة. مو نفس النقشة؟ نفس النقشة سوري بس مش نفس ال لا مو نفس القماش. هاي لنن لونها اخضر. لونها كثير حلو الاخضر. حق معك حلوة كثير كتير كتير. هاي بينرفع كمان يعني بتلوسيها وترفع الكمام هيك شوي. ايه كمان هي بتحسها كيمونو ستايل شوي. واو او حبيت شيرتها مع انه شوي كاسره اللون. حلوة 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 مرة حلوة. هاي كتير حبيتها هاي. اوكي بننزل السعودية as soon as possible. يعني اسمون اسبسبل. ايه بدي البسون. كتير غيز. نحن اجوا على ايه ايه مقاسي وطولي. والله برافو يعني برافو برافو. قالوا لي 165. لا مرتي بعرفها قصيرة. انا يعني 156 طولي فاذا بنشيل الطول راسي جبت لك 54. انا 54. واو انا كتير قصيرة. كتير حبيتها غيز. بدي البسهم. يلا خلاص البسيهم. امشي نطلع فيهم. لا ما بدي احرقهم. لا بالسعوديه. لا البس هيك بالسعوديه. شو الحال؟ استنى شهر ثلاثه. ليه شهر ثلاثه؟ مسافرين بعد بكره. اوه صح. بس انا عصفيه. انا قلت لهم رايحين. اتسوكي نحن رايحين على السفينة. البسن على السفينة. شو رأيك؟ والله حلوين. بس حتتجمد. حتتجمد ايه برد يعني ما رح يمشي الحال. واو. اوكي بيب عن جد ابدعت. عن جد ابدعت. Thank you so much. والله كتير حلوين. هي احلى هدية. وبس انا لازم اتشكرهم الون حبيبي. لانه هن اللي دفشوك تروح تجيب لي عبايه. لولا هن عصابه هيك جيش وراك ما كان جبني الكاميرا. ايه حلو كثير هدول النقشات حلوين. ايه غيران؟ لا حلوين والله طالعين حلوين. تمنيت انه يكون في للشباب عبايات؟ ايه طبعا. لازم بس ازاي على السعوديه؟ حتى شعراتك لونهم حلو. والله غير لونه صح؟ فتح. ايه فتح اكثر. هلا غير الموضوع. غير الموضوع. على فكره تغير الموضوع من 10 دقائق من وقت العباية. شو كنا عم نقول؟ ممتاز هذا مطلوب. يلا يعطيك العافيه. سمواني شو رايك بس ننزل على السعوديه انا البس عبايه انت بتلبس هذا ما بعرف شو كندوره؟ كندوره كندوره. بس بس وين ببالي بحز؟ لا بدنا نلبس انا وياك بيطلع شكلي غريب. لا بدنا نلبس لازم نجرب. والله لازم نجرب. ايه انا بلبس عبايه وهيك هدول العبايات اللي جبت لي اياهم وانت كندوره. بس الكندوره السعوديه اظن لها ابه صح؟ هيك لها ابه شفت كثير بالسعوديه هيك لابسين. ايه اعتقد مو مثل هون لها ابه. هون هيك عادي بتكون. ايه هون هيك وبالسعوديه ابه. ايه حلوه حبيت الابه. اوكي خلص انا جبت